السلام عليكم. اليوم رانا في منطقة لاكوت في بير خادم، ونروح نشوف التهيئات الجديدة حول المحطة نتاع المسافرين نتاع متعددة الأنماط نتاع بير خادم. وهنا نشوف أنه فيه تهيئة، تمت تهيئة خارجية حول المحطة. إذا نروح نشوف التهيئة حول المحطة، وكذلك سوف ندير تقرير عن المحطة في حد ذاتها، أنه الآن الغطاء المعدني تقريبا انتهى، ما زالت بعض لافينيسيون. إذن تابعونا في هذه الرحلة حول المشروع نتاع المحطة نتاع بير خادم والتهيئات الجديدة، وكذلك سوف يكون لدينا فيديو حول المحول الجديد اللي راه قيد الأشغال من جهة الخلفية للمحطة. إذن فيه فيديوهات كثيرة عن هذه المنطقة بالذات، لأنه فيه أشغال كثيرة. إذن سوف يكون لدينا فيديوهات في يعني في ما بعد الفيديو هذا. إذن تابعونا على القناة لتتعرفوا عن كل ما هو الجديد عن المشاريع في الجزائر. إذن الآن استمر في الرحلة تاعنا يعني على مستوى الطريق الجديد هذا الذي تم استحداثه مؤخرا لتفادي المحول اللي كان على مستوى لاكو، كان محول كبير. الآن فيه هذا الطريق الاجتنابي اللي يجتنب المحطة. وهنا نلاحظ أنه فيه فضاء كبير واسع، يعني ما شاء الله. كان يعني في الأول كان بعض الناس يقول لك بلاصة ضيقة، وعلاش داروا المحطة في هذيك البلاصة والضيق وكذا وكذا، ولكن في الحقيقة ما كاش ضيق كبير، ما كاش ضيق كبير. إذن هذا هو. نخليكم تتابعوا الفيديو حول هذه التوسعة الجديدة.